طيب ادي الاربع جدران اللي بيحتاجهم اي بني ادم في الدنيا، خلاص ما عادتش موجوده، والسيسي شطب بخط احمر على الحاضر باستيكه. تعالوا نشوف بقى مستقبل عيالنا، التعليم هيحصل فيه ايه؟ نشوف كده. ادي التعليم، اتفضل. معايا 3 أيام في مدرسة ماجد شاكر. أنا يا ريس النهارده رحت أدفع لقيت في حوالي كل عيل 300 جنيه، أنا معايا 3، سنة 5، سنة 3 KG2، أدفع لكل عيل 300 جنيه، دعم ممارسة 300 جنيه غير المصاريف، موارتين من أبوهم في الشهر دعم ممارسة. أنا أدعم مصر، مين يدعم الغلابة يا ريس؟ أدفع نور ولا أدفع مية ولا أدفع غاز؟ أنا مش متنمية أدفع مصاريف، لكن حرام لما أدفع 900 جنيه حوالي الست بتدفع حواله غير المصاريف 300 جنيه على كل عيل، الحواله دي رايحه للعاصمه الاداريه. حواله ملهاش علاقه لا بالكتب ولا بالمصاريف، ده هي اللي بتقول دفع 900 جنيه حوالات بس للعاصمه الاداريه عشانك انت والمدام. ده غير مصاريف التعليم، تعبنا. تعبنا حرام. تعبنا حرام، هنجيب منين؟ دي مش الست دي اللي قالت كده، دي ست تانية بتتكلم على مصاريف المدرسة والكتب في المدارس التجريبية. اسمع الست التانية دي بقى. تعبنا يعني سيادة الوزير دلوقتي من KG1 لحد 3 ابتدائي بيقول لك مصاريف الكتب بفلوس. طب هي بفلوس بالعقل؟ لا مش بالعقل. KG مصاريفهم 700 جنيه للكتب و700 جنيه مصاريف، KG2 650 جنيه مصاريف و700 جنيه كتب. انا عندي بنتي داخله KG2 وبنتي داخله 3 ابتدائي، اللي داخله 3 ابتدائي مصاريفها 700 جنيه وكتبها 1050 جنيه. 1050 جنيه مره واحده، يعني السنه اللي فاتت كناش بندفع غير المصاريف، انا مش دافعه لبنتي غير 760 جنيه ومستلمه الكتب. السنه دي سياده الوزير بيقول لك كل كتاب بفلوس، كل كتاب بتمن. طب انا اجيب منين؟ مش انا لوحدي، كل الناس اللي في المدارس التجريبيه حالنا زي بعض. يا سيادة الوزير احنا طبقة متوسطة، طبقة على قدنا، يمكن اقل من المتوسط كمان، بس كل حلمنا ان احنا نخلي عيالنا احسن مننا شوية. كل مشكلتنا ان احنا شايفين المدارس الحكومي مش مناسبة خالص دلوقتي. ست طيبة جدا، هي فاهمة ان هي لما تترجى الوزير كده او ترجى السيسي، السيسي هيرجعها ويخفض. لا اصبري يا حاجة، خليكي معانا في الحلقة عشان نقول لكم هم حلوها ازاي. حسسونا ان احنا بني ادمين يا عالم. ده شاب من الصعيد بيهاجم وزير التربية والتعليم بعد ما اتفرض عليه 300 جنيه الحوالة أو المصروفات الدراسية. نسمع كده. التربية والتعليم الأستاذ طارق شوقي كان ولا الأستاذ مين؟ ده شميط معاه هو عشان هي الحكاية. ما تصلوا على النبي كده وحسسونا إن بني آدمين، مش هينفع والله. يعني إزاي البني آدم الصغير دي يدفع 300 جنيه؟ مصاريف كتب ليه ان شاء الله؟ يا اخي ابوش انا بالكلام ده احنا يا ابوي يهدى بلا مالنا، ناس نضل زي ونهدي تمام؟ ازاي يعني يدفع 300 جنيه؟ في شارع مين دي؟ منين يجيب ال 300 جنيه دي؟ ولا بتاع الثانوي يدفع 500 جنيه؟ ليه بس فين الوظائف بتاعتكم دي اللي انتوا هتدفعونا فلوس؟ فين الوظائف اللي انتوا حتى متوظفها لنا؟ مش موفرين لنا فرصة عمل حتى عشان يعرفوا نجيبوا فلوس يسدوا قراراتكم دي. يعني واحد قدامكم طلع من سنة تالتة كلية لغة عربية تمام، عارفين ليا؟ عارفين طلعت ليا؟ وكنت اما جبت تقدير، كنت اما جبت جيد عشان شفت اللي اقدم مني مخلص لغة عربية وجايب امتياز وشغال عامل، شغال عامل اجري مسكين مدعوك. أبو انا بصيت لها كده يا دي وزير التربيه. طب لو سيبنا يا حاجه، لو عرفتي تعدي وربنا سهلها لك
الستات اسكندرانية الجمال دول وعديتي بنتك راحت ثانوي، تعالي نخش الجامعات كده يا حضرات، تنزلوا الجمعة ما تنزلوش الجمعة انتوا أحرار، بس خلينا نشوف الجامعة، نروح للجامعات هنلاقي واحد من بشوات النظام بيبص لخريج الكليات أو بعض الكليات نظرة دونية جدا. الشاب ده قالك إيه؟ كلية لغة عربية أنا طلعت منها عشان لقيت الأقدم مني جايب امتياز وبيشتغل عامل. لا تعالى شوف بقى رئيس الوزراء نفسه بيبص بشكل سخيف لكلية بتخرج علماء، كلية العلوم. اسمع كده رئيس الوزراء بيقول ايه؟ من اهم الكليات الخاصة بالمصايد والمزارع السمكية، الحياة كلها كليات نوعية بتخدم طبيعة المحافظة وبتخدم الاحتياج الفعلي بسوق العمل المصري، ودي يمكن الهدف ان احنا نبدا يبقى كل تركيزنا الفترة الجاية على الكليات فعلا اللي هي بتخدم سوق العمل، مش ان احنا مجرد نخرج شباب يبقى النهاردة ما في علوم او يعني تخصصات مش محتاجينها، وده التركيز بتاعنا في موضوع الجامعات. الراجل بيقول لك كلية علوم، يعني ليه الناس تخش كلية علوم؟ ليه نطلع علماء بتوع فيزياء نووية والكلام ده؟ انسى القصة دي، يعني لا بيت ولا مدرسة، حلو قوي، لا حاضر ولا مستقبل. طب الحمد لله بقى على الصحة، الحمد لله يا حضرات على الصحة. اسكت، هو انا ما قلتلكش مش خلاص حتى الصحة كمان؟ بح، شوف البوست ده كده وشوف الكلام اللي عليه. السيسي هيلغي، ادي الاستاذ اشرف داوود بيقول السيسي سيلغي التأمين الصحي، قرار بتحويل هيئة الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية تعتمد على تمويل نفسها بنفسها دون الاعتماد على ميزانية الدولة. هذه الهيئة هي من ستدير مشروع التأمين الصحي الجديد، يعني من الآخر نظام الطب الأمريكاني في بلدنا 90% في بلد 90% من الفقراء لو جاله الزايدة الدودية ما يقدرش يعملها في مستشفى متوسطة الحال. الكلام ده مناقض للدستور وخطير جدا. لو معاك فلوس هوريك اللي عمرك ما شفته، ده كلام السيسي. لو معاكش مالكش حاجة عندي، دي من أقوال بلحة. تغييرات ضخمة تنتظر صناعة الصحة في مصر. الحكومة تعتزم تحويل هيئة الرعاية الصحية من خدمية إلى اقتصادية. رسمي. الحكومة يا حضرات هتحول التأمين الصحي إلى هيئة اقتصادية. معاك أخدمك حبيبي، معاكش مالكش ما يلزمش. ده بالنسبة للصحة. ادي الخبر اهو اللي انا قلت لك عليه، الحكومه تعتزم، يعني انا بس عايز اسمع صوت اهو، هات الخبر، الحكومه تعتزم تحويل هيئه الرعايه الصحيه، ده في جريده البورصه، من هيئه اقتصاديه، من هيئه خدميه الى هيئه اقتصاديه. ده الحكومه. الخبر ده بقى اتشال ورجع. المهم